بنرحب بجميع المشاهدين من كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم مسيح الأسرة، والحلقة دي هيكون تكملة لسن المراهقة، الأسلوب الإلهي في التربية، وإرشادات لكل إريا من النمو في الشباب بتاعنا. بس قبل ما ندخل برحب بالدكتور نبيل. أهلا بيك يا دكتور نبيل. أهلا بيك يا أستاذ. مشتاقين للحلقة الثانية في سن المراهقة. ربنا يتمجد إن شاء الله. وقبل ما بنبتدي كالعادة دكتور نبيل هيكلمنا في موضوع روحي بخصوص صيام الرسل. اتفضل يا دكتور نبيل. اتفضل اقري إيه يا سمحتي. أي. في أعمال الرسل إصحاح 3 من 1 لـ10. أوكي. الإصحاح الثالث من سفر أعمال الرسل من أول واحد. وصعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة، وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل. كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخل الهيكل سأل ليأخذ صدقة. فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال انظر إلينا. فلاحظهما منتظرا أن يأخذ منهما شيئا. فقال بطرس ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وأمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه، فوثب ووقف وصار يمشي ودخل معهما إلى الهيكل، وهو يمشي ويطفر ويسبح الله. وأبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله، وعرفوه أنه هو الذي كان يجلس لأجل الصدقة على باب الهيكل الجميل. فامتلأوا دهشة وحيرة مما حدث له. وبعدين بطرس الرسول يبتدي يشرح للناس الموجودين حاجة عن يعني ربنا وإلهنا ومخلصنا، والسر في إقامة هذا المقعد. فحضرتك اقري آية 16 بس كده. وبالإيمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه، والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميعكم. حاجة عجيبة أوي في الآية دي. الآية 16 ديت. يعني بالإيمان باسمه، اسمه واسم الرب يسوع المسيح، تشددت رجلاه. مجرد ان الواحد بينطق باسم الرب يسوع المسيح وانا مؤمن بقوة اسمه بيحصل معجزات. ده الإصحاح الثالث. الثاني اللي قبليه اللي كان حضور الروح القدس كالسنة نار، والوعظة اللي قالها بطرس رسول و3000 واحد قبل الإيمان. لما احنا بنقرا في رسائل باراكليت اللي هي انجيل معلمنا يوحنا 13-17، فاصحاح 16 بيكلم بيعرفهم عن الاب، وقال في ايه 23-24 هي جاهزه قدامك ولا انا؟ موجوده قدامي. اتفضلي قولي. ايه 23 من الاصحاح 16 انجيل يوحنا. وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا، الحق الحق أقول لكم أن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. مش معقول. فبطرس بقى سمع وكان سامع وحاضر الآيتين دول. حتى الآن لم تطلبوا شيئا من الآب باسمي. باسمي. اطلبوا. اطلبوا تأخذوا تعطوا. ولما الواحد بيطلب والله بيديه بيكمل فرحه. أكيد. الفرحة. في إقامة المقعد
دي ايه يعني؟ بطرس الرسول كان فاكر الآن لم تطلبوا شيئا باسمه، وهو غلبان ولا معاه فضة ولا ذهب، فإيه هو الذي له؟ الإيمان، الإيمان بالمسيح باسم يسوع المسيح، ربنا يسوع المسيح. فقال الذي لي إياه أعطيك، وقال له باسم يسوع المسيح الناصري قوم وامشي. ولما مسكه من ايده اليمنى واقامه، في الحال تشددت رجلاه وكعباه. في الانجليزي القدم بتاعه والمفصل اللي بين الرجل والقدم، عشان واحد يوثب لازم يكون القدم بتاعه شغال كويس ومفصل انكل شغال كويس. فوثب وفضل يمشي معاهم ودخل معاهم الهيكل وهو بيتنطط، بيطفر بيقفز، عمال بيخز فرحان يقفر. بيسبح ربنا وفرحان بعد ما كان يعني رجليه عامله كده. فالناس اللي شافوه استعجبوا، ده المقعد اللي بقاله سنين بنشوفه على طول على باب الهيكل، وممنوع ان يدخل الهيكل، ان اي واحد عنده اي اعاقه ما يدخلش، ممنوع يخش الهيكل. فاول ما حصل كده راح داخل معاهم على الهيكل، وهو داخل عمال يتنطط فرحان قدام الكل. فالناس شافوه مش ماشي، بيتنطط، وشافوا ان رجليه تشددت، رجع تاني اللحم فيها يشتغل والعضلات تشتغل. ف يعني كان مجد كبير قوي لاسم وقوه اسم ربنا يسوع المسيح. في آية 16 بيتكلم على الإيمان باسمه واسمه الذي شدد رجلين هذا الإنسان المقعد. لأنه قاعد يوعظ بقى بطرس، الناس كانوا مستغربين على المعجزة دي، ودي على طول تيجي على طول مباشرة بعد الإصحاح الثاني. ففي آية يوحنا 16 اتكلم ربنا وإلهنا بيسألنا كلنا، أنتوا ليه مش بتطلبوا حاجة من الأب باسمي؟ حتى الآن لم تطلبوا شيئا. اطلبوا ليكون فرحكم كمان، اطلبوا تعطوا تخدم ويكون فرحكم كاملا. فده بيخلينا نفكر انه الرب يسوع المسيح له مجرد اذكر اسمه وانا مؤمن بهذا الاسم بتحصل معجزات. عشان كده هنعرف ان في صلاه خاصه اسمها صلاه يسوع، هنقولها. لكن قبل ما اقولها الاقي انه رجع تاني في يوحنا 17 اللي في الصلاه الوداعيه الختاميه قبل ما يروح جسيماني، قال لهم في اي 10 و11، قال عندما كنت معهم في العالم حفظتهم في اسمك، كان بيكلم الاب، حفظتهم في اسمك. وبعدين رجع يقول في آية 26 نفس الإصحاح يوحنا 17، عرفتهم اسمك وسأعرفه. يعني عارفة بتقديمي واحد لواحد بتعرفيه على قوة اسم ربنا يسوع المسيح. الواحد لما بيعرف قوة اسمه بيتعرف على شخصه. لأن في آية 3 برضه نفس الإصحاح بيقول وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. فكلمة يعرف حد يعني يعيش معاه، مش تعرف عليه يقول له هاي باي. فعشان أنا المسيح يوعد في آخر آية إن أنا وأنا معهم يعني عرفتهم اسمك، يعني عرفتهم عليك، عرفتهم قوة اسمك وسأعرفهم. يعني يستمر المسيح معانا يقول لنا على قوة اسمه واستعمال قوة اسمه بتعمل إيه؟ نتيجة لاستعمال اسمه أو التعرف على ربنا يسوع المسيح ليكون
يعني عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون كنتيجة ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. فيهم. يعني لما نستعمل في صلواتنا اسم الرب يسوع المسيح، أو نطلب من الآب أي حاجة باسمه، والله يستجيب، هنعيش في حياة. وهذه الحياة اللي ذكرت في ثلاثة، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. يعني الحياة الأبدية اللي احنا كلنا مشتاقين نخشها، اللي نفسنا كلنا نفرح نكون موجودين فيها، هي عبارة عن إيه؟ إن احنا مش نتعرف نظريا، لا، عشان نعيش فيه، نعرف مدى قوته وقوة اسمه، ونعيش بالإيمان في قوة ربنا يسوع المسيح وقوة اسمه. بالظبط. فلما بطرس قال، أنا متوقع كده يعني، تفرس في وجه الراجل هو ويوحنا، يعني بصوا كده، بقولوا بص لنا عشان يجذبوا انتباهه، وبعدين فاجئوه بإيه؟ ليس لنا فضة ولا ذهب. تلاقي الراجل قلبه وقع وعاوز منه صدقة، يقولوا له بلاش فضة ولا ذهب. فأنا بقول لك نفسيا الراجل قال لا، أمال بيقولوا بص لنا ليه؟ فكملوها، ولكن الذي لي، اللي هو الإيمان باسمه، يعني الذي لي فإياه أعطيك. إياه أعطيك، كان لسه ما قالش قبلها قوم امشي. لأن يعني طبعا هذا الإنسان المقعد لما قام ومشى آمن بقوة اسم ربنا يسوع المسيح وآمن بيه، فإياه أعطيك هذا الإيمان. وعلى الماشي كده قوم امشي، والأهم الإيمان نفسه. الآية دي مهمة خالص، وبيأكد شرحها، بقول لك في آية 16. ريال آية 16 من فضلك، 16 آية 16 في أعمال 3. وبالإيمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه، والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميعكم. بإيمان بطرس. أيوه، بس الراجل آمن هما كمان. فكان إيمان بطرس في الأول، والراجل ما عرفش حاجة. فقال له الذي لي، اللي هو إيه؟ الإيمان. الإيمان أعطيك. إياه أعطيك. لأنه كان عارف إن الراجل ده لازم هيقوم. كان واثق إن لو ذكر اسم يسوع المسيح هيقوم، هيخف. فقال له إياه أعطيك. وعشان أنت ما تفهمش إلا لما يحصل لك حاجة معجزة، بالمرة كده بقول لك قوم وامشي. فمش بس قام ومشى، ده قام يتنطط. يعني معناها رجليه قوية قوي يعني. وشرح بقى الإيمان ده، هو اللي شدد رجليه. وقطعا الراجل يعني كان فرحان جدا جدا. طبعا. إحنا في عندنا عيب، إن إحنا ساعات لما بنطلب ما بنطلبش بإيمان. وسبق قال لنا ده، لو قلت للجبل انتقل من امامي انتقل بالايمان، ان كان لكم ايمان كحبه خردل، مجرد حبه صغننه كده، تقول الجبل اتنقل وانطرح في اي حته، يتحرك. وده اللي استعمله، كنت فاكره في نقل الجبل المقطم، اليهود راحوا اشاروا على الملك اياميها ان الناس المسيحيين دول ناس بيقولوا اي كلام، ونجيل الى كلام. طب هم عندهم ايه بتقول بقى اذا كان لك امام مثل حبة الخردل ممكن تنقل الجبل؟ طب قول لهم بقى، والا نقطع رقبتهم كلهم. فزي ما احنا كلنا عارفين اجتمعوا كلهم، تم هذا قدام الملك، والجبل ارتفع وظهر نور من تحتيه معدي. فالمجد لاسمه. لما علمنا ربنا يسوع المسيح ابان الذي، قال ايه في الاول خالص؟ ابانا الذي في السماوات. بعدها ايه؟ ليتقدس اسمك، ياتي ملكوتك. واضح ان اسم ربنا يسوع المسيح اسم قوي قوي طبعا، واستعماله في الصلاه قوي جدا. عشان كده في
صلاة خاصة بيسموها الصلاة السهمية، مهم. اللي هي صلاة يسوع. سهمية تخترق كده على طول. توصل على طول ربنا. كلنا محتاجين نتعلم هذه الصلاة دي. الأيام نتعلم حاجة زي كده، ومتعلمين لما نقولها نقول بإيمان شديد. أعتقد إن هذا المكان إحنا موجودين فيه دلوقتي، يا ريت في كل مرة نأكد إن ربنا يسوع المسيح مش بس قوته، ده اسمه وحده له قوة. أكيد. عشان كده بنطلب نقول إيه؟ باسم الرب يسوع المسيح، بسلطان لاهوته وقوة دمه، سفك من أجل عود الصليب. وأنا أطلب، أنا عاوزه بقى حتى الشيطان يخضع لا لأنه يقدر أن يقف أمام أمام الاسم ده. مجرد اسم ربي يسوع. إذا كنت أنا بقوله، وأقول يعني إيه؟ يعني أنا عارفه، عارفه شخصيا، لأنه في ناس حاولوا يذكروا اسم يسوع المسيح وكانوا مش مؤمنين بيه، وسب عليهم الشيطان، قال لهم يسوع انا اعرفه، وبولس انا عارفه، تطلعوا انتوا ايه؟ اخوه سكاوه ده ايام بولس. ايوه. فلازم الواحد يبقى مؤمن تماما بقوه ربنا يسوع المسيح وقوه اسمه اللي ابتهابه الشياطين. وكل واحد واقع في خطيه ومقيد بقيود الشيطان لفها حواليه. يعني يا ريت يصلي ويذكر اسم ربنا يسوع المسيح، زي ما بقول كده، باسم الرب يسوع المسيح وسلطان لاهوته سلطان لاهوته وقوة دمه اللي سفك من أجل عود الصليب. وبعدين أقول بقى الطبع اللي أنا عاوزها، سلطان لاهوته وقوة دمه سلطان لاهوته وقوة دمه، وقوة دمه. وأكمل ممكن إذا كان اشتغلوا ليس لك سلطان علي، البتة ملهاش سلطان علي. وأعلن إنك سقطت كالبرق من السماء وقت ما المسيح قدم حياته من أجلي. هو فاهم الحتة دي، بس أنا في حتة ثانية يهمني قوي إن أقولها، إنه لما الواحد يطلب حاجة زي كده وهو مسلم تسليم كامل لربنا يسوع المسيح، يقول له يا رب مهما كان الموضوع ده هيكلفني، whatever it takes، يعني هتسمح لي أعيا، هتسمح لي أي حاجة، بس أنا نفسي أخلص، نفسي القيود الشيطانية تقطع. إذا كان هذا المكان في أي سلطة لأي روح معاند على هذا المكان، بنطلب باسم الرب يسوع المسيح وقوة روح القدوس أن يملأ المكان. المكان ممكن يترج، وطبعا لا يستطيع أي روح معاند أن يقف قدام موجود في هذا المبنى أن يقف أمام قوة ربنا يسوع المسيح وقوة الروح القدس. ظبط. اللي هو لسه كان مجربه بطرس الرسول في العلية، وعمل الكلام ده مع المقعد. الصلوة اللي كان دايما بيرددها القديس العظيم أنبنطونيوس أب كل الرهبان، يرسموه في الأيقونة وحوالين إيده كده حاجة طويلة قوي كده زي ما يكون سبحة، دايما إيده اليمين عليها حاجة زي كده، مش ماسكة بإيده حوالين كده ونازلة. دي بتبقى عبارة عن إيه؟ بتبقى بيجيبوا 7 فتل ويعقدوهم عقد تتحس بالإيد، ويحط كل مثلا 25 عقدة يحطوا بيد خرزة كبيرة كده. أوكي. وبعدين 25 تانية ويحطوا واحدة تانية كبيرة. عشان يبقى في عندي 100 عقدة، وبقيت 7 فتل من ناحيتين يجدلوهم يعملوهم صليب كده. فيقولوا عليه صلاة يسوع. صلاة يسوع، أو أقول مثلا كده يسوع يا رب ارحم مثلا يعني. فصلاة يسوع قصيرة جدا وبسيطة جدا جدا. وجميع المسيحيين في أنحاء المسكونة اللي عارفينها بيقولوها. أنا بقول صلاة سهمية. أي واحد مش حافظ حاجة ولا حافظ مزامير وأبان الذي حافظها بالعافية،
الصلوة دي بتقول إيه؟ يا ربي يسوع المسيح ابن الله ارحمني. يا ربي يسوع المسيح يسوع المسيح ابن الله ابن الله ارحمني. ارحمني. في بعض الأحباء يقولوها يزودوا عليها حاجة، ممكن يقولوا يا ربي يسوع المسيح ابن الله الحي ارحمني أنا الخاطئ. ده بمزاج الشخص، لكن الصلاة نفسها هي يا رب يسوع المسيح ابن الله ارحمني. بإيمان يقولها وارحمني دي يعني هي أهم طلبة كل بقولها للسيد المسيح، بدليل كده يسوع كيسوع يا رب ارحم ارحمني الله اسمعنا، كلها بتضم حوالين الرحمة. ونلاقي في لوقا 6 المقابل لمتى 5 في الموعظة على الجبل بيقول كونوا كاملين كما أن أباكم الذي الذي في في السماوات هو السماوات هو كامل. كامل. يقول إيه في لوقا؟ كونوا رحماء كما أن أباكم الذي في السماوات هو رحيم. الرحمة دي الكمال الإلهي في الرحمة، عشان كده نطلب منه أن يرحمنا. كل واحد بيطلب حاجة بعد كلمة الرحمة بمزاجه، يعني ممكن يعني أنا الخاطي يقول اغفر لي نقيني يا رب نجيني whatever، أي حاجة احنا عاوزينها. بس الصلوة الأصلية بتقال وتتردد كهزيز، هزيز يعني أكررها وتقال بشوش قوي بهدوء. أنا حضرتها في بعض الأديرة في أوروبا، يعني كان دير للروم الأرثوذكس، الروان كلهم واقفين في هدوء شديد، أضواء الشموع بس، وكل واحد منهم يقول 50 مرة بس الجملة دي، يا ربي يسوع الجمل المسيح يا ربي يسوع يسوع المسيح المسيح ابن الله الله الحي ارحم. ارحمني. ما أعتقدش أبدا إن في أي حد لا، صعب عليه. ويفضلوا يعيدوا نفس اللي الصلاة. بيحصل ايه بقى لما بقولها بهذا بالتون ده؟ هي لورد جيسوس كرايست سون اوف جاد هاف ميرسي اون مي، اللي يا ربي يسوع المسيح ابن الله الحي ارحمني. ممكن الحي او الحي زي ما انتوا عاوزين، بلاش يعني حاضر حسب ما واحد يريح. ابن الله ارحم ارحمني. بيقولوها بحس يدوبك مسموع، ها واحد بس اللي بيقول والتانيين بيردوا في سرهم. بعد كده التاني يبتدي another time 50 مرة بيعدوها على ايه؟ بيعدوها على العقد دي اللي الحاجة دي قلتها. عاملة السبحة وبيسموها سيف الروح سيف بالجريك. الروح. يعني انا فاكر كويس كنت في الدقيقة قلت انا عاوز من دي، ممكن حد يعني يجيب لي يعملها لي؟ بصيت لقيت في الفجر قبل التسبحة حسيت حد حاجة على الباب كده، وبفتح باب الأوضة على الأكرة لقيت جايب لي كيس جواه 2 من دول، راح عملهم راهب اشتغل عليهم واداهم لي. هو بيقطع وقت بتعمل يا إما من فتة الصوف أو فتة الحرير، فيعني يقعدوا ساعتين قبل الفطار، ساعتين قبل الغداء، ساعتين قبل العشاء. الساعتين دول بيكفهم 700 مرة، سواء كان فطر أو مفطرش يعني. فبيعمل 700 مرة دول كلهم يشتركوا فيها. لو الواحد قالها لوحده بالطريقة دي بالراحة بشويش بشويش، هي في وقت هيقولها في سره، هيقولها بذهنه، هيقولها بقلبه. وممكن هو بيقول هو عنده إيمان بقوة اسم ربنا يسوع المسيح، والحادثة دي بتاع إقامة المقعد على باب الجميل واضحة قدامه، هيلاقي كل شوية قلبه بيهدى وتيجي حالة طمأنينة
وسلام، لأنه الشيطان عامل ضوضاء في العالم، عامل هيصة. مش ممكن أن تقابل مع المسيح إلا في هدوء. فدي بتنفع كل الناس. خش أوضتي، قاعد مثلا أنا في عيادة دكتور مستني دوري يجي، أستعمل هذه الصلاة. أنا مش عارف الدكتور هيعمل لي إيه، بس دمور إن أنا أردد هذه الصلاة البسيطة اللي فيها إيمان بقوة اسمه. الله يصنع عجبا، معجزات. احنا مش عايزين معجزة، المعجزة الحقيقية إن أنا أثق في أعيش معاه. لما أنا بحب حد بقعد أردد اسمه، لما أحب حد أردد اسمه كتير كتير ويحصل اتحاد أكتر يعني بيه، يحصل والروح بالظبط كده. تتحد مع الروح، الروح القدس يدخلني يكشف لي قوة اسمه. طب دكتور نبيل، انا مش يعني متاكده، بس كان في كتاب قديم قوي صغير لراهب اسمه ليف جيلي عن اسم عن صلاه يسوع، صح؟ روسي، كان راهب روسي يمكن. لا هو مش ليف جيلي، لكن مش ليف جيلي. لكن كتير كتبوا مذكرات سائح روسي في دور الرب. ايوه، ده كان كلها بتدور حوالين قوه قوه صلاه الاسم ده، اسم قوه الاسم صلاه ده. يسوع. وصلاه يسوع بقول معروفه منذ ايام أم بطونيوس. للأسف في عندنا طبعا الناس بيستعملوها كتير في مصر، لكن اللي بيستعملوها أكتر الطائفة الروم أرثوذكس والروس أرثوذكس والأرمينيان فإحنا كلنا أصبحنا عيلة واحدة دلوقتي في المسيحية، واسم الرب يسوع المسيح وقوته قدام كل إنسان مسيحي مؤمن بيه يتمسك بيه. فأنا بقول تأثير الصلوة دي، إن أن يعرفوك أنت إله حقيق وحدك، عرفتهم اسمك وسأعرفهم، ليتقدس اسمك. في كل حاجة بتتكلم عن اسم، اسم اسم رب، بالظبط اسم الرب برج حصين، نار قد إليه ونتمنع، أتمنى أن أحتمي في اسمه. فالحقيقة نفسي أنه يعني نتمرن ان احنا نطلب من الاب باسمه وهو يعطي. مش انا مش غاوي ان انا اعمل معجزات، بس انا عاوز انا المعجزه الحقيقيه ان قلبي وفكري يتعلقوا بربنا يسوع المسيح. دي اكبر معجزه، ان يبقى في اتحاد بيدي، ان فيها تسليم كامل وثقه وايمان. ومع ذلك وربنا بيشتغل حتى الآن، يعني زي ما قوم المقعد ده بيعمل معجزات. أبي يعمل لا. وأنا أعمل، أمس لا واليوم يتوقف وغدا إلى الأبد. الشيطان بيعمل؟ إيه، خليه. الشيطان يحاول يدمر، إلهنا يبني. إلهنا هو الإيجابية والشيطان هو السلبية. اللي بيخدم أي خدمة كنيسة في أي حتة وبادي يعمل حاجة كويسة، مثلا عاوز يعمل كراز، عاوز يدافع عن إيمان، عاوز يعمل أي شيء، إذا حس باضطراب في داخله، بقلق، بخوف، يعرف إن الشيطان ابتدى يحط صبعه في الخدمة. لأن ما فيش واحد بيصلي بإيمان ويطلب الرب يسوع المسيح يقول له يا رب يسوع المسيح بقوة اسمك، إلا لما الله في الأول يديه سلام داخلي وراحة واطمئنان أنه موجود وسمعني ومبارك اللي أنا بعمله. يعني الله هنا البرنامج بتاعنا اسمه مسيح الأسرة. يعني مسيح الأسرة اللي موجود في كل أسرة، وجوده حقيقة. فأنا ممكن أقعد في أي ركن من أركان بيتي في هدوء وأردد هذه الطلبة البسيطة خالص، يعني بالظبط. عاوز تقول بعدها أي حاجة ممكن تقول. يعني أنا فاكر كان في أحد راهب، كان راهب عجوز قوي سنه فوق 85، كنت قعدت معاه في لما كنت بزور الدير ده، وكان بيحكي إنه
من قبرص باين، وكان في الأتراك هجموا على قبرص، وكان حرب بين اليونان والأتراك. فالعساكر أتراك كانوا داخلين على البيت اللي فيه أبوه، فأبوه بيصلي بيقول يا ربي يسوع المسيح ابن الله ارحمني، وبشر أتراك من هنا وخرج الأتراك من البيت لأنه كان داخلين على حدود مزرعته، داخلين على بيته يعني، وربنا أنقذه. وكان عجوز قوي قوي مش هيتحرك، فعلا ربنا وقفه. فقصدي لازم الواحد يؤمن اللي بيقوله ده، السماء مفتوحة وبتسمع، ما نخافش أبدا من أي شيء. الله قادر والله يقدر ولا يستعصى عليه شيء، مهما الأشرار حولهم يدبروا مكايد، الله قادر أن ينقذنا من فم الأسد ومن فخاخهم ومن فخاخ الشرير. بالضبط. فعشان كده المسيح كان بيقول في يوحنا 17 لست أسأل أن تأخذهم من العالم، لكن بل أن تحفظهم من الشرير. وقال لما كانوا في العالم العالم أبغضه، فبيقول لنا كما أبغضوني سأبغضوكم. في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا، شوف كلمة ثقوا، أنا قد غلبت العالم. عالم يعني الشر والشرير، عشان ما نخافش يعني. ف باسم ربنا يسوع المسيح، فعلا باسم ربنا يسوع المسيح بسلطان لاهوته وقوة دمه اللي سفك من أجل كل المؤمنين في هذا المكان، ليتمجد اسمه، تمجد اسمه، يتمجد اسمه ويحافظ باسمه على كل من يدعو باسمه وبالحق، اللي يبشروا باسمه. هذه القناة بتبشر باسم يسوع المسيح، وعاوز الخلاص يوصل كاملا لكل إنسان. فباسم الرب يسوع المسيح بسلطان لاهوته وقوة دمه وروح القدوس الموجود الآن فوق الجميع، يتقدس هذا المكان ويستجيب الله ويحفظ كل الموجودين بعائلتهم، العاملين في هذا المكان والسامعين والمشاهدين. الله يديهم سلام وبركة وقداسة في بركة وقوة اسم ربنا يسوع المسيح. نشكرك جدا للمشاركة دي وللتشجيع ولمعرفة اسم المسيح بالقوة دي، ان هو يقدر يعمل وما زال يعمل، بيعمل ويزال يعمل، والخوف ينطرد من قلبنا. مش ممكن المسيح يبقى موجود فينا لا، وفي ما حتة تخوف من حاجة. لا. الله عاوز خير والشيطان عاوز شر، والمحبة تطرد كل خوف إلى الخارج. لا لا نخاف، لا نخاف أبدا. الشيطان هو اللي بيخاف باسم ربنا يسوع المسيح، بيترعب منه. نشكرك، وأحبائنا المشاهدين هناخد فاصل صغير ونرجع ليكم للابتداء في أهلا بجميع المشاهدين مرة تانية، وهنبتدي نتكلم عن سن المراهقة وإزاي نتعامل مع كل إريا في حياة الشاب. ممكن دكتور نبيل تقول لنا ملخص صغير عن اللي قلناه المرة اللي فاتت ونكمل الحاجات. اتفضل. احنا شرحنا تشبه ايه فترة المراهقة، قلنا المراهقة دي هي التغيرات النفسية العاطفية اللي ممكن تمتد ما تخلصش عن سن 18 19. وبنشوف ناس كتير قوي عندهم ذبذبة عاطفية، و يعني يوم ديبريسد وعندهم انكزايتي ولخبطة وقلق وشدة، في نفس اليوم يتلخبطوا كذا مرة، شبيهين بالضبط بالمراهقين. فدي ممكن هذه التغيرات النفسية العاطفية اللي بتبتدي دايما مفروض مع مجيء الهرمونات. لكن احنا لاحظنا ان ابتداء من سن 7 سنين بيبتدي بعض هذه التغيرات،
بسبب ايه؟ بسبب النت والفرجة على حاجات كتير بتثير حتى العيال الصغيرين عندهم 7 8 سنين، وتبتدي تغيرات نفسية عاطفية فيهم من هذا السن بالظبط، قبل حتى ما يجي الهرمونات. سن البلوغ ده معروف بسبب الهرمونات بيتغير شكل الجسم للبنت أو الولد. التغيرات النمو الروحي بنستفاد قوي من العاطفة متأججة، والفهم ابتدى يقرأ ويفهم آيات الإنجيل ويقدر يحلل. تبص تلاقي موجة العاطفة مع موجة الفهم العقلي تخلي التين ايجر الناس المراهقين دول يحبوا قوي 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 يخشوا في الرب يسوع المسيح، وبعضهم بيحب يكرس نفسه يخش في حتة ده كريس سن اللي بيبتدي فعلا السن 15 16 17 يقول عاوز اتكرس لربنا يسوع المسيح. ليه؟ لانه العاطفه والعقل الاثنين تضافروا مع بعض، والروح القدس زي ما قال لنا في كورنثوس الاولى الاصحاح الثاني انه ربنا وعد ان ما لم تر عين لم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر ما أعددته يا الله الذين يحبونك، هذا أعلنه الله لنا نحن بروحه. لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فلما يلاقي التين ايجر ده المراهق عمال يحب في ربنا زي ده ربيع الحياة الروحية، يبقى كده بتتفجر الإيمان والمحبة بتاعته ومحبة المسيح فيه. فالله فعلا الروح القدوس الساكن في داخلنا كلنا بيبتدي يذكرهم ويفكرهم ويقدسهم. أنا بقول هذا الكلام لأن أغلب الأمهات والأبهات بيقول لفترة متعبة جدا وتصرفاتهم وحشة ومش غير مقدسة. أنا بقول لأ، من الناحية الأخرى ده في مراهقين عايشين في قداسة شديدة وتعلق عجيب بحب ربنا بسبب التغيرات العاطفية والعقلية الموجودة فيهم، وعنده قدرة جديدة لتحليل الأمر ويفهم كل معاني خفية في الإنجيل زي في رسائل بولس وكده. yes. وبعدين بنلاحظ يا دكتور نبيل إن كهنة كتير وخدام وناس مكرسين حياتهم للمسيح ابتدت من الفترة دي من السن ده وكملوا كده لما بالظبط فضل الإرشاد ليهم سليم. دي دعوة الأمهات والأبهات، لا تتخيلوا قوة حفظ الله لأولادكم. بيقول حفظتهم في اسمك، فيصلهم لأولادهم يقول لهم احفظهم في اسمك بالظبط. احفظهم في اسمك، هيلاقوا عيالهم يعني متحلين بالقداسة ومن جواهم بيرفضوا أي شيء غير مقدس في حياتهم في المدرسة سواء إعدادي أو ثانوي، يعني جونيور هاي أو هاي سكول، اللي فترة الناس بيشتكوا فيها. العيال بيقدروا يحفظهم، كانوا أطفال في المراقبة يحفظهم ألحان وتلاتيل وعايشين في الكنيسة وأصبح لهم دور، والكنيسة بتديهم دور فعلي. لأن كنيسة بلا شباب كنيسة ميتة، مستقبلها ايه؟ ده الفيوتشر بتاع الكنيسة، مش يعني كل ما الاقي في عيال وشباب موجودين في الكنيسة ولهم نشاط اقول الكنيسة دي ستستمر وتحيا وتقوى، وممكن يسندوا للشباب دول خدمة الأولاد الصغيرين، يعملوا يلخصوا كتب، يعملوا بيحصل. وفي ساعات بيبقى مجموعات صغيرة، يعني كل واحد مثلا في أواخر الهاي سكول أواخر الثانوي معاه 3 أو 4 عيال من ابتدائي يقعدوا مع بعض يقروا إنجيل يدرسهم. ده غير تدريس مسأحة، ده غير ممكن قوي يبقى ده زي بيج براذر يرشدهم كده ده بيج براذر يعني أخ أكبر ليهم ويقعدوا مع بعض. وإعداد خدمة باي ذا واي في نفس الكلام ده، إعداد خدمة في بعض الكنائس بيبتدي من أولى ثانوي. نقول ما هو ده السن فعلا اللي ممكن تنفتح فيه كل الاشواق لربنا وكده بالظبط، بحيث
بعد سنين ثلاثة يبقى فعلا اتأسس في هذا البرنامج بسبب ايه؟ قوة عقله اللي ابتدت تشبه الناس يعني الكبار، بيحلل ويفهم الكناية ويحل أفكاره هو، والعاطفة اللي مش عليها بحب المسيح. بالظبط. فاحنا بندعو الكنائس تعمل كده، يستخدموا الفترة دي استخدام إيجابي، مش هقعد أتكلم باستمرار ابني فكر في بنته وبنت عامل في الواد إيه، يعني دي كلها إذا حصلت أنا يميني القداسة اللي فيهم. ودي حاجات طبيعية، يعني لازم الأهالي تعرف إن يميل لبنت ولا بنت تميل ولا، دي حاجات طبيعية. يس. بس الكنيسة من خلال المرشدين بتوعها وأبطال الاعتراف ما يسمحوش ان يبقى في انفراد، انفرادات اتنين 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 اكيد مش لان مش بتبقى هيدوم مجال. بس يعني ارجو هذا، لان ده بيضيع تاثير يعني عمل الروح القدس فيهم، فكرهم بيشت يعني. ف اهم حاجه في هذه الفتره ان الشخص يعرف هو مين، هويته، انا مين. الولد ده يعرف ان انا ابن ربنا، انتمائه لمين يعني؟ الانتماء انتماء ده بلونجينج دي انا ايه؟ انا مين؟ فالانتماء للمسيح، انتماء للكنيسه، انتماء لاسرته، ايوه انتماء للوطن. صح. فبحط مخي ده معنى الانتماء البلونجينج ده، جزء مهم يعرفني انا مين. ولو ده ما تمش من 15 18 ده ما تمش، الشخص بيبقى مشوش مش عارف هو ايه، تايه كده تايه واي حاجه ومش بتحصل له يعرف. يعني. معاها بيبقى اتكون جواه مبادئ وقيم، تعرفه الصح من الغلط، بيقرا الانجيل، بياخد منه، بيشوف حياه قديسين سبقونا، حياتهم كانت شكلها ايه في علاقتهم بربنا، عايشين طبعا بياخدوا دروس في مدارس احد. بابا وماما اهم قدوه، أهم قدوة في العالم قدوة بابا وماما في البيت، أدي معاهم إزاي هم متعلقين وماسكين في ربنا وحاسين المسيح. الأسرة ده هو راعي الأسرة اللي بيتلف حواليه كل يوم، يصلوا أو يقروا الإنجيل. طب كمان يا دكتور، هل لما لو الأهالي بيخدموا كمان، يعني خدام في كنيسة ولا يعني مثل كده هوت، ان هم باعين حياتهم للمسيح برضو، يعني حاطينه اولويه في حياتهم مش العالم ومش الحاجات التانية، ده بيساعد. انا بقول الخادم الحقيقي، اه لان في قدام للاسف ما دخلوش لعمق الخدمه. لما واحد بيقرا الانجيل بس، يعني واقف بيقرا الانجيل، اعطي له السماح يقرا الانجيل. عندنا في الكنيسة الكاهن لا يستطيع أن يغطي رأسه وهو بيقرأ الإنجيل، البطرك بيبقى لابس حاجة على رأسه كده بيقلعها لما يقرأ الإنجيل. ليه؟ أن المفروض يقرأ الإنجيل هو المسيح، ده تعليمه. فأنا باخد حتة أنا ما استحقهاش، كأن أنا بقول كلام بتاع المسيح واقف مطرحه. فإجلالا للحضور الإلهي بخدم على رأسي أي حاجة. فالخادم اللي بيكلم أولاد فليعلم إنه بيقوم بدور المعلم، ومفيش غير معلم أساسي واحد لينا. فبنتواضع ونقول يا رب تكلم أنت، أنا ما أقدرش أتكلم من غيرك يا رب. وإحنا هنا قبل أي حاجة بنصلي يا رب أنت أتكلم، وصل قوة يعني روح القدوس لكل انسان من الموجودين من السامعين والشاهدين وفي مجلس احد وفي البيت. فباكد ان قدوه الاب والام وفهمهم لهذه المرحله وطول انتهم على هذه التغيرات والذبذبات في حياه ولادهم، ده اللي بيساعد. مهم قوي ان عيالهم يثبتوا في المسيح. بالظبط. ما تنرفزش عليهم، ما زعقش فيهم، لان هم طب ذنبهم ايه؟ ان ربنا ابتدى يفجر الهرمونات دي في داخلهم عشان شكلهم يبقوا رجاله او يعني سيدات صغيرين. ف التغيرات العاطفيه النفسيه، ان انا يبقى عندي هويتي، اشوف بلونجينج الانتماء لايه، يبقى عندي مبادئ اخدها لنفسي اللي همشي بيها، اللي هو الضمير يعني اعرف بيها الصح من الغلط، وابقى نفسي اطلع ايه
عاوز اكرس حياتي بس عند ربنا. طب اعمل ايه؟ هتراهبن؟ هبقى ايه يعني؟ هروح اخدم خدمه معينه؟ هروح افريقيا ابشر؟ انا عاوز اعمل ايه؟ لازم اكمل تعليمي ويبقى ليا كارير معين، ليا مهنه معينه، عشان الله عاوزنا نكون ناجحين. فكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. كان رجلا ناجحا. طيب يعني الهوية بتاعت الشاب اللي هي لازم تتكون في الفترة دي بتتضمن الانتماء، قلنا الانتماء للأسرة، للكنيسة، للوطن، لربنا، لربنا أولا المسيح يعني، أولا، ثم والمسيح الكنيسة، وكده، ثم الأسرة. يعني أنا لازم أعرف الروتس، جذور أسرتي جاية منين. ما استعيبش، ما احتقرش أبويا وأمي. لا ده أنا I belong to them، يعني دول هم أساسي كده، وبعدين يكون اتكون مبادئ وقيم سليمة في الوقت ده، الضمير واضح، الضمير واضح، وإيه الصح وإيه الغلط وإيه اللي أمشي عليه يعني وإيه اللي ممشيش عليه، والمهنة أكون عرفت هشتغل إيه، أو نفسي، نفسي نفسي يعني أبقى إيه من الوقت ده، من الوقت ده. الروح القدس بيعمل على هذه المبادئ لكي يقدسها، إذا كانت لا تتعارض مع كلمة ربنا طبعا يعني. وانتمائي الروح القدس أيضا بيثبتني، أعلي وأكرم أبويا وأمي. أقول إحنا جايين مثلا أصلا من وطن الوحيد اللي المسيح زار وقعد 3 سنين ونص فيه، في مصر. طب حلو. وأروح أتابع، وأنا عارف القناة هنا بتوزع كتاب عن زيارة العائلة المقدسة، زيارة العائلة القدسة لمصر بكل اللغات، يعني بالإنجليزي بس مع ترجمة بكل اللغات، ويطلب من هذه القناة يعني قناة الحرية. ف النمو العقلي، النمو النفسي، النمو العاطفي. النمو العاطفي في حاجات واضحة طبعا، ان واحد بيميل للجنس الآخر في داخله، يحب يسمع كلام معهم، يتكلم معهم. فاحنا في الكنايس بنعلمهم انهم اخوات، كلهم اخوات مع بعض كجماعة، ونعرفهم ان الجنس ده الله هو اللي خلقه سكسي، الله هو اللي خلقه لكي ما يستعمل في الزواج. بس دي ربنا هو اللي رتب، دي خلق فينا أعضاء معينة قصده منها حاجة معينة، وتوقيتها تستعمل في الزواج. وبين أهمية الكتاب المقدس ليهم، بحيث لما إذا احتاج ياخد موقف تحت ضغط من الضغوط، يبقى يقدر يقول لأ. وفي مخه ربنا بيقول يا حبيبي الكلام ده لوقت الجواز. هيحصل ضغوط كتير في هذه المرحلة، في المدارس وفي الشارع وفي أي حتة وعلى النت. الحاجة من جوايا هي اللي بتوبخني وتبكتني وتقودني وترشدني الروح القدس، يقول يا حبيبي بلاش ده غلط. صح. لأن أنا لوحدي ممكن أعمل أي شيء غلط، وربنا اللي جوايا بينبهني مرة اتنين تلاتة أربعة، فيجب أسمع صوته، لا أقسي قلبي وأسمع صوته، صوت الروح القدس اللي جوايا. طيب برغم ان مرحله النمو الروحي يعني العاطفي ده في تذبذب عاطفي، في انفعالات ممكن تكون لحاجات، انفعال جامد قوي لحاجه ملهاش معنى وكل الحاجات دي، في امرين مهمين جدا نفسي نتكلم فيهم، الاكتئاب اللي بيجي للسن ده، الاكتئاب والانتحار. للاسف للاسف طبعا الاكتئاب ده مرض مش قله ايمان. وبأكد تاني، الاكتئاب مش سببه قلة إيمان. سأراكم فتفرح قلوبكم، ولن أحد فرحكم منكم. أنا نفسي أفرح، وأنا مؤمن باسم ربنا يسوع المسيح وبقوته كل حاجة، وبغيره مفيش خلاص. أنا مؤمن بكل الكلام ده، والمسيح انطلب على الصليب من أجلي لكي يعطيني حياة، وهيجذبني أصعد أجذب إليه الجميع. لكن فجأة يجي اكتئاب، يوم واحد يقول لي انت مش مؤمن؟ لا طبعا بيزود اكتئابه كمان. ده 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 الكيمياء بتاعت المخ بتتلخبط بسبب ضغوط الحياة، ولازم ياخد دواء اذا كان دعاية مرض. طب هذا المكتئب انا شايفه قدامي، ابني ساكت ما بيتكلمش، حزين،
ويقول أنا حلمت بالليل بصندوق أنا نايم فيه، أو حلمت بناس كانوا انتقلوا جد وتيتا بتاع وشفتهم في الحلم. كل دي حاجات تحذر، ما بينامش كويس، أكله اتغير، أكله كتير، أكله قليل، ملوش مزاج يقوم السرير، مش عاوز يتحرك، مش عايز يروح المدرسة، تحسوا إن الواد حزين. مسكوتش أو دي الدكتور يعني اخذ الامر بجديه على طول، يجب، اصل ساعات بيتهيأ لهم ان هو عاوز يشد الانتباه، ان انا متضايق، انا بفكر فيك، انا حتى لو قال انا عاوز انتحر بيفتكروه عاوز اهتمام منهم. مهم قوي دكتور الكلام ده، لان احنا بنشوف يعني كل شويه احداث صعبه جدا على الام والاب، يلاقوا ابنهم شانق نفسه، حاطط حزام حوالين في رقبته، الجراج وعشان وفي الجراج، في دولاب، جوه دولاب يعلق في اي حاجه. مفيش حد بيحب يموت نفسه مزاج، مفيش حد بيحب فرفان يموت. بخطط عن انسان بينتحر، ده انسان عند مريض بالاكتئاب، والاكتئاب زاد عليه قوي قوي لدرجه ان الدنيا ظلمت جواه عاوز يخلص وبره، مش قادر عاوز يشوف يخلص حاجه غير ان هو مش قادر مش قادر مش قادر، يحب ينهي حياته. لازم ياخدوا الامر بجديه لما يحسوا. لازم الكنيسه تعرف ان اي انسان بينتحر ده مريض، حتى لو ما كانش بياخد أدوية. لأنه ما ودتوش عند دكتور. طيب يعني يعتبروك مرض عضوي يعني يا الاكتئاب؟ دكتورة، في واحد في تمام عقله يموت نفسه؟ لا ليه؟ لا يعني قصدي الإنسان بطبيعته يحب الحياة، لكن ما يبقى أكره الحياة وتعبان مهما كان في ضيقات مالية أو ضيقات، ده حاجة اسمها يعني اكتئاب انفعالي شويه وخلاص هيروح. لكن انا شايف ابني عمال من سيء الى أسوأ، بيدهور هو. لازم اوديه دكتور، خصوصا قال لي نفسي اموت نفسي، نفسي اموت واخلص. اذا قال الكلام ما ده خدش الكلام ده بسهوله، اخدها بجديه. بنلاقي ناس يعني حرام يروح يجيب مسدس يحطه في بقه ويضرب طلقه ويموت، ويخشهم مرمي على الارض والدم حواليه وانتهى. وحصل كتير قوي كده، حصل. يعني احنا اتاخرنا. يعني موقف الكنيسه يكون ايه؟ ما فيش، لازم كده تعرف ان اي انسان انتحر، ما عشان دواء كان بياخد دواء، لا، ان ما فيش حد بينتحر وهو في كامل صحته العقليه. يجب ان يصلى على كل انسان منتحر ثانك يو لانه مريض. ايوه كان زمان يقول لا نتأكد، ده في ناس يعني مرض خطير، البايبولر ده، مانيك ديبريشن، كان زمان يحرق نفسه، يولع في نفسه، ده هو حق يعني بتلذذ بالنار بتاكل فيه، ترمي ست نفسها من رابع دور وتنزل ميته. ليه؟ بتحب منظر الهواء يوقع على الارض؟ لا، ده ده, ده, ده وصل للاكتئاب اكتئاب وصل لدرجه. يجب ان تصلي الكنيسه، لان ناس مرضى مش في كام، بس يا حرام طول ما في اكتئاب يقولوا انا مش قادر افرح، ربنا زعلان مني لاني قال لي افرحوا، واقول ايضا افرحوا. نقول لها يا بنتي او ابني انت غصب عنك ده مرض مش قادر ربنا يرفعه، بس يجب ان يعالج، لان اذا ما عالجتش هحس فعلا بتأنيب ضمير اني كنت السبب في اني ما عالجتش ابني مظبوط. فالله يعزي كل الاباء والامهات الولاد هم وقفوا في حاجه زي كده، وبنبصرهم ان لازم ياخدوها بطريقه جديه عشان ما يفاجئوش بحاجه ما يقعدوش يعني. يفضلوا يسالوهم طب ايه البلان بتاعك للانتحار ولا ايه، يعني ياخدوا كلامه سيريس على طول. الدكتور اللي يعمل كده، الدكتور هو اللي احنا عندنا هنا في هوت لاين فور سوسايد، يعني تليفونات فقط مستنيه اي حد يقول انا خايفه ابني، انا خايف ابني يكون هينتحر او بيفكر، بيجوا فورا على طول ياخدوه عشان يساعدوه. بالظبط. فالاكتئاب في فترة المراهقة خطير جدا ومعدي، ومعدي يعني المكتئب اللي حواليه بيكتئبوا ممكن في المدرسة، ولو حد انتحر كل عيال المكتئبين بيفكروا ينتحروا. فناخدها بجدية، لأن فترة المراهقة من أخطر حاجات فيها في الذبذبات
موضوع الاكتئاب اللي قد ينتج عنه انتحار. طيب دكتور نبيل، هناخد بريك دلوقتي، جه وقت البريك، وبعد كده هنكمل في ال والأسئلة بقى في ال التليفونات هتكون مفتوحة، وهو اوريدي جالنا تليفون، التليفون ده اللي من مصر هناخده على طول لما نرجع. و في أسئلة حضرتك معاكي وصلت ومعايا أسئلة كمان هجاوب عليها، جات لك بالكنترول روم، حضرتك هتجاوب عليها، جات لنا من الكنترول روم. طب أنا طيب بقول إن إحنا الناس اللي بيوتهم فيها اكتئاب دلوقتي أو حزن أو ما عندهمش أمل أو خايفين، الترتيب اللي جاية دي إجابة لكل إنسان تعبان عشان يعرف إيه اللي ربنا ممكن يعمل له إيه. اسمعوا معنا الترنيمة ونرجع ليكم بعدها. I'm
أهلا بجميع المشاهدين مرة تانية، وأهلا بتليفوناتكم ومداخلاتكم. شايفة دكتورة؟ أيوة، شمس البر هتطلع. شمس البر شمس البر ناصعة وواضحة، أكيد وهتطلع في أكيد. كل بيت، وتطلع في هذه القناة، وربنا يستخدمها للخير إن شاء الله. أمين. معنا مكالمة من مصر، بنت الرب. أيوة، ألو، تفضلي. ألو، أيوة، أهلا، مساء الخير. مساء الخير، تفضلي. دكتورة أنا ممكن أكلم دكتور لو سمحتي؟ هو سامعك. أه، تفضلي تفضلي. بس دكتور أنا ممكن لو سمحتي تعلي صوتك شوية. أنا عندي ابن كده، سامعني؟ أيوة، تفضلي. أنا عندي ابن عنده 16 سنة، بس مش عايز يعمل حاجة خالص، وكل ما اديله حاجة يبقى مفهمل فيها، وكمان بدأ ما يبقاش عنده انتماء للبيت، وهو باباه كرشه النهاردة عشان كده راجع متأخر الساعة 12 بالليل، الساعة 12 ونص. عمل ايه بابا؟ كرشه. عمل ايه بابا؟ كرشه. طردك يعني؟ اه، طرد. هو أمه، هو مش عنده انتماء للبيت خالص، ولا البابا، وحتى مش عايز الحاجة اللي تتكسر يصلحها، بس حتى عنده كمان إن هو اللي في المناولة ياكل ويروح يتناول عادي، يقطع صور القديسين. عنده كم سنة؟ عنده كم سنة قلت؟ عنده 16 سنة. 16. وعايز على طول يمشي من البيت، كل ما اقعد معايا مش عايز. مش عايز، عايز يتنوا ماشي في الشارع. حتى يعني ينام طول النهار يمشي في الشارع، وانا مش عارف اعمل ايه. وانا حصلت لي مشاكل كتير في حياتي، خلتني عاجزه، مش قادره اعمل حاجه. بيلعب قويه جدا. بيلعب حاجه على الكمبيوتر يا اختي؟ نعم؟ يا بنتي بيلعب حاجة على الكمبيوتر؟ بيخش على الكمبيوتر؟ لا، حاجات أيام بسيطة خالص. لا يعني بيقضي وقت طويل قدام الجيمز اللي في الكمبيوتر؟ لا، يا في السرير، يا نايم في السرير، يا بيلعب في الكنيسة. طيب أنتوا حاسين إن هو مكتئب؟ أنا حاسة إن هو مش عايز يقعد معايا، عايز على طول ينام. وبابا كرشه ولسه داخل دلوقتي البيت، اتعامل معاه ازاي؟ يعني طول النهار، لسه طول الليل لسه داخل دلوقتي البيت بعد ما بابا كرشه وجه خبط فتحت لي، ده صح ولا غلط؟ ومش عايز بابا، مش عايز يتعامل معاه، مش عايز يقول له انا اسف، مع ان هو لو زعلني بيقول له انا اسف، ممكن يبوس ايدي. بدا يقطع صور القديسين. بصي بصي يا بنتي، طبيعي جدا جدا فتره المراهقه، يعني في الميعاد ده لو 16 سنه، ده في وسط فتره المراهقه اللي فيها ذبذبات نفسيه وعاطفيه، ممكن او ما يحبش يعمل حاجه ولا في البيت ولا بره البيت. وساعات نقول ده تاثير اصحابه اللي بره او تاثير حد عليه. احنا دورنا كبابا وماما ما طردهوش. هو بيضربكم الولد ده؟ نعم. هل بيضربك الولد ده؟ ساعات بيعتدي عليك بالضرب؟ بابا لحد ما صباعه جدا. ساعات ساعات بيضربك انت؟ لو انا ضربت بيضرب مامته؟ لو انا ضربت. طب لو انا ضربت. لو ضربته يضربها. ما هو الولد كبير ما يصلحش تضربيه، والضرب مش عارف يعني حاجة. أنا حضرتك بطل طول النهار في الشغل في أيام الشتاء، عشان إحنا ماديا مش قد كده، فبفضل طول النهار في الشغل، فلما بلاقيه ساعة يعني مقصر في شغله بروح أدور عليه على المدرسين، بروح أسأل عليه المدرسين، ولما بلاقيه مقصر في شغله وفي مذاكرته لحد ساعات بنفعل عليه ومد إيدي عليه. علاقتك إيه أنت بجوزك؟ انا جوزي انت وجوزك مش وحشه ومش حلو. ايوه، ما هو مش وحشه ومش حلو. شوفي يعني ساعات
جوزي ملوش اي دور في حياتنا يعني، ساعات بيدينا فلوس للاكل، ساعات بيبقى هو ناشف معانا خالص. ده اول عيل عندكم؟ ده اكبر. انا عندي عيل في اولى كليه. بس كويس. يعني ده تاني واحد. والدوت ده تاني واحد. وشماس، شماس في الكنيسه. ما يجراش حاجه كويس. بس دلوقتي عنده، دلوقتي عنده استعداد ياكل ويروح يتناول، يروح يلبس الدنيا ويخدم. وعنده استعداد دلوقتي هو يصحى الساعه 6 ولا الساعه 5 يروح الكنيسه، يحضر الكنيسه بس يكون مخصم ابوه واخواته، مش مهم يعني. هو اهم حاجه اذا ما بيزعلنيش، حاول يرضيني، حاول يرضيني، حاول يعتذر لما يكون زعلان مني. اوكي، احنا هنتكلم على التغيرات دي. بس خادم مدارس الاحد هو بيحترمه؟ خادم مدارس الاحد مش حاسه ان ليه انتماء لحد. حتى انا قلت الاب كان عليه، خد شويه تحت باطه وبعدين سابه. احنا نعتبر في مصر نفتقد الخدمه يعني، احنا هنا بنفتقد الخدمه. ابونا ما بيدورش على الانسان الغني بس، الفقير ما بيدورش عليه. لو واحد غني كويس ابونا يدور عليه، لكن واحد فقير ما معلش خيرت وحشه يا بنتي. ربنا هو اللي أعطانا كل شيء بغنى، الله هو الغني. أنا كلمني كابونا، كلمت أبونا أب اعتصف مرة واثنين عليه، وكلمت أب اعترافي. أنا إحنا كلنا بنعترف عند أب واحد، وبعدين لما أنا أب اعترافي لعني فسبته ورحت عند أب اعتراف تاني، اثنين في كنيسة واحدة. قلت له، قلت له خد بالك من تطبطب عليه صاحبه، أنا من كتر المشاكل مش قادرة، وهو عارف المشاكل الكتير اللي حصلت لنا. طب بص ما تعيطيش، ما تخافيش. بص يا ماما، احنا المرة اللي فاتت كنا بنقرا من متى 15 المرأة الكنعانية اللي بنتها مجنونة جدا جدا. كل اللي عملته اني ركعت السيد ارحمني يا ابن داوود، ابنتي مجنونة جدا جدا. الله، أنا بتكلم عليك أنت، الله لا يستطيع أن يقاوم ركبتين منحنيتين ويدين ممدودتين وعيون دامعة. الأم بتفتح أبواب السماء بصلاتها، زي ما القديسة مونيكا قالت أغسطينوس وجوزها وحماتها وخالتها كلهم يرجعوا للمسيح. أنت عليك دور مهم قوي، أنت مش تضربي، انت صاحبة السلام. لما يشوفوكي بتصلي في البيت بإيمان وتوصي جوزك، الحياة الروحية تتغير في البيت، والمسيح بروح القدوس هيلمس ابنك، اصحابه هتشوفيهم. خادم مدارس احد مش ابونا، اللي مسؤول في مدارس احد عنه مسؤول عن الشمامسة. اذا كان شماس يحاول يقعد معاه في هدوء، لكن إذا تغير جو البيت إلى جو روحي أنا واثق إنه يعدي الفترة دي بالسلام. أنتوا عندكم أي شك إن بياخد حاجة دراجز يعني؟ سمعني حضرتك، بياخد حشيش بس ولا أنت؟ إحنا سامعينك. لا لا ولا حاجة خالص، مش بياخد حاجة. بص حضرتك، هو كان بيصلي، إحنا كنا بنصلي في الإشبال وبنقرا في الإنجيل، وهو كان بيقرا في الانجيل كويس وبنقرا في الاشباه. بس من كتر المشاكل اللي حصلت خلتني بس يعني بكلم ربنا بقلب، بس مش عايزه حاجه يعني. انا حصلت لي مشاكل كتير في حياتي كلها ورا بعضيها ورا بعضيها ورا بعضيها. مشكله الظلم، مشاكل الظلم ومشاكل ابني الكبير كان المفروض يخش كليه الطب، جات له حاله نفسيه في الثانويه العامه، وابني الاصغر الصغير خالص يعني مشاكل كتير ماديا وصحيا ونفسيا، حاجات كتير قوي. بس يا بنتي سامحيني يعني، انتوا الكلام ده إيه كله مش مشاكل خطيره، ربنا حافظ عليكم. مشاكل خطيره جدا ما ينفعش تتقال، مشاكل خطيره من ساعه مشاكل اضطهادات، اضطهادات كتير. ايه هو اللي كتير؟ يعني ايه؟ الصوت بيقطع شويه. صعوبات كتير قوي. ايوه دكتور، صعوبات دكتور.
بتقول ايه؟ صعوبات كتير؟ ايه اللي حضرتك كتير؟ سامعني؟ لا الصوت بيقطع ايوه ممكن. صعوبات كتير. اوكي ايوه سامعني؟ اه سامعيني. سامعني يا دكتور؟ ايوه ايوه صعوبات كتير جدا جدا، معلش وعذابات كتير شفتها في حياتي، معلش يا بنتي، بس مسي اخر فترة اللي انا تعبانة فيها دي، وجوزي ملوش اي دور، مش عايز يشيل معايا حاجة خالص، حتى قلت له صاحب ابنك طبطب عليه، مش عايز يا صاحبي، هو قلت لك مش عايز، طيب وانا مش عارف اعمل ايه. سامح، ركزي معانا في الحاجات اللي هنقولها النهارده في الحلقه دي، هتنطبق على حالتك، واذا عاوزتيها تاني ابقي اطلبينا الاسبوع اللي جاي او اللي بعديه زي ما انت عاوزه. بس انا عاوزه اسالك، مفيش حد جنبك ست تقدري تحكي معاها وتشجعك وتصلي معاكي كده اهو؟ انا بشتغل في كنيسه، عندي اصحاب كتير، انا بشتغل في كنيسه، انا بروح الكنيسه ساعات في الشتاء ساعات بتشتغلي في في كنيسه؟ الليل. طيب مفيش كده هو ست كويسه بتحب ربنا وليها علاقه قويه بربنا تقدر تقعد معاكي وتشجعك وتصلي معاكي وتعرضي المشاكل عليها وتشوفوا ازاي ربنا يقدر يتدخل فيها؟ أنا بدخل الكنيسة لوحدي، بفرح نفسي اللي بقعد أصلي، بصلي له. بص بص يا بنتي، أنا خايفة عليه. ما تخافيش، ما دام بتصلي له ما تخافيش، لكن الفكرة أنا حاسس من كلامك أنت وجوزي بتشتغلوا كتير ومحدش فاضي ليه. هو المفروض لا جوزي يعوز مش بيشتغل كتير، جوزي بيقعد الساعة 2 في البيت، بس طول الوقت يا نايم سايبنا وماشي، يعني بيقعد للساعة 2، أنا اللي شايلة المسؤولية براحتي الساعة 6 7 بالليل. يعني بيرجع متأخر بالليل من بره، منظره مثلا ابني ولا جوزي؟ منظره سكران مثلا؟ لا مين؟ ابني؟ ابنك بيرجع متأخر لا بالليل ولا قاعد في البيت لا، عندك؟ لأن هو بيبقى في الكنيسة، في نادي الكنيسة، بيرجع لما بتصل في الكنيسة بلاقيه في الكنيسة. طب ايه المشكلة؟ مش فاهم ايه المشكلة؟ ما بيذاكرش كويس يعني؟ مش عايز يعمل يساعد، مش عايز لا يساعد في البيت؟ ايه المشكلة المشكلة؟ إن هو مش عايز يقعد في البيت، ورافض كل حاجة، ورافض أبوه، وعايز يتم طول الوقت في الشارع. طيب لما ابوه طرده رجع تاني ليه البيت؟ مش سامحت؟ عارف، عشان احنا ملناش حد، ايوه احنا يا ماما. ملناش أي حد، طيب طب انا هرد عليكي، احنا لا خيال ولا حمى ولا حد. انتوا طب انا هرد عليك خلاص تاني دلوقتي، قصدي الولد في التغيرات اللي بتحصل فيه ده، تغيرات نفسية كتير وعاطفية كتير جواه، لازم ياخد رعاية حلوة من بابا وماما، يعني بابا يقعد معاه يتكلم معاه يخرج معاه، انت تقعدي تتكلمي معاه، ادوله مقامه، الولد كبر دلوقتي وما ينفعش حد يضربه، ولا يطرده. والطرد ده عشان ترموه في الشارع يعني، واحد ياخده من بره بره يخطفه، يعني مفيش امان حواليكم. مش كده هما بيقولوا له احنا مش بنحبك اطلع بره، يعني ده احنا بنتكلم عن الانتماء وان هو لازم يحس انه محبوب كمان منكم قوي. طب في ايه كويس الواد ده؟ الواد ده في حاجه كويسه؟ الواد كده ايوه لما بيغلط بيعتذر، وممكن نعتمد عليه في اي حاجه، بس يعني ممكن بيقول انا غلطان ويعتذر، دي حته حلوه، ولو خد حاجه بتقول انا خدت. طب انت وبعدين هو خادم طول الوقت في الكنيسه، بحب يشتغل في الكنيسه، بحب يقعد في الكنيسه ليل ونهار. يا بختكم بيه، صدقوني يا بختكم بيه جنب العيال التانيين اللي موجودين في مصر، عيال ضايعه من اسر هو مسيحيه برضه. سبب اتأخر النهارده، كان في الكنيسه للساعه 12، لأنه قلنا له من بعد 12 ما تطلعش في البيت، ما تغيبش عن البيت. ما فيش، اولا شوف خدي نصايح، ما فيش ضرب خالص، هتضربه خالص، تلاقي ايه الحاجه حاضر. الكويسه فيه امدحيه، ويا حبيبي انت فيك كذا وكذا وكذا، يا بختنا بيك، ربنا مديك صفات حلوه كذا وكذا وكذا، الواد يحس انتوا بتحبوه ومقدرين جواه حاجات كويسه. ما ينفعش اذا هو اصلا كواحد مراهق اتنرفز اتعصب اي كلام، بابا وماما يردوا زيه بالظبط،
انتوا خلاص كبرتوا مش مراهقين. يعني انتوا عندكم طول انا اكتر وحكمه اكتر. الولد ده جنب اللي يعني سمع مشاكل هتجي لنا، هتلاقي ابنك ده هايل جنب الاخرين بمشاكلهم، ولا بياخد دراجز ولا بياخد. انا عارفه دكتور ان انا ظلمه عشان بدعي لي كتير وبشتمه كتير، انا عارفه عشان انا ظروفي كتير صعبه فبتنرفز عليه وحلم كتير. انا معايا طريقه، يعني جوزي مش عايز يشيل معايا اي مسؤوليه، لا لبس ولا علاج ولا مدروس ولا اي حاجه. لا ربنا ربنا يا بنتي ربنا، بس عشان الوقت البرنامج ده بيخليني عصبيه عليه وبشتمه كتير وبدعي عليه كتير. طيب انا بقول لك مش ذنبه انك مشغوله طول النهار وتعصبي عليه، مش ذنبه، هو عاوز ماما اللي بتحبه وتطبطب عليه وتقول انت فيك كويس ايه، ده العلاج. الواد بيروح الكنيسه، بيخدم في الكنيسه، بيغيب بالليل قاعد في الكنيسه، طب عاوزين منه ايه اكتر من كده؟ يعني كل ما تشجعيه هتشجعيه، شجعي صغار النفوس، هبتدي يذاكر كويس، كل ما تمدحوه هيذاكر ويساعدكم في كل حاجه. لما بيجي يشتغل لما يعمل حاجه ويعملها هو ده اعتذار. لو انت ضربتيه قلت له يا ابني انا اسفه اني ضربتك، اعتذرتي، هيعرف ان في حاجه اسمها انا اسف. لما الكبار يعتذروا يعملوا حاجه غلط هو يتعلم الاعتذار. ربنا معاكي، كملي سماع البرنامج، وإذا حصل نفذتي كلام قلته لك وما نفعش معاه بيطلبيني تاني. ربنا معاكي. ربنا معاكي يا الرب. طيب أسئلة تانية؟ قدامك في مكالمة تانية؟ لا أسئلة ما جات لك الأسئلة. طب في سؤال غريب شوية كده عاوزين نبتدي بيه، مش غريب يعني ده بيحصل. أم عندها طفلين، طفلة 3 سنين وطفل 6 شهور، كانت لقيتها بتلعب مع حد قريبها عنده 10 سنين، بيلعب معاها عريس وعروسة وبيحاول يبوسها بتقول بطريقة مش كويسة، فالأم ضربت الطفلة، هو 10 سنين ودي 3 سنين، ضربت الطفلة وقالت لها ما تلعبش تاني وممنوع حد يبوسها. فالبنت راحت باست أخوها اللي عنده 6 شهور فضربتها تاني. ليه؟ عشان قالت لها ما تبصش حد، وكانت بتبوسه وهو نايم. أي. فالأم ضربتها وقفلت عليها باب الشقة وقالت لها هسيبك لوحدك لو عملت كده تاني. والأم بتسأل أعمل إيه مع البنت دي عشان بقى عندها عقدة وخايفة من الناس وما بترضاش حتى تبوس أي ست تيجي جنبها، ما بترضاش والأم مش عاوزاها تلعب اللعب دي اللي فيها بوس. خلاص؟ أنا ببتسم وبضحك لأنه البنت يا حرام 3 سنين كل اللي محتاجاه تحس بالأمان وحب ماما وبابا. بالظبط. كون إن واحد هيلعب معاها عريس وعروسه طبعا ده غلط. الولد ده هو اللي اتضرب مش بنتك. بنتك 3 سنين. دي طفله غير مسؤوله. الواد باسها فبتبوسه مش اي حاجه. الواد ده اذا كان مش قريبكم ما يخشش البيت. بس مش تقفلي عليها البيت وتمنعيها من بوس اخوها الصغير عن 6 اشهر. وما عرفتش تبوس مين؟ تبوس الحيطه. تبوسك انت اوكي، تبوس باباها، تبوس اخوها. دي واحده عندها طاقه عاطفيه عاوزه تطلعها كحب. اشجعها انها تحبنا واحنا نحبها. المفروض تتغرق احضان وقبلات من ماما وبابا عشان تحس فعلا انها مش محتاجه ان حد يبوسها او تبوس حد. من المفروض ان انت تهتموا بيها، دي بنت طبيعيه في سن محتاج تحس فيه بالامان. قافل عليها الباب ليه؟ لو انت هنا في امريكا كان خدوك السجن. انت عادي واحده 3 سنين لوحدها في بيت مقفول عليها باب الشقه، ده خطر جدا. وعشان ارعبها بعاقبها
عشان العقاب يعمل ايه؟ تبطل تحب الناس وبعد متضايقه ان الستات بيجي يبوسها ما بيبوسهمش. ما انت اللي خليتها هي كده. يعني هتقعد طول عمرها متعقده لما تتجوز عمرها ما تبوس جوزها. وزوجها هيجي يبوسها تزقه بعيد. يعني اكرموها عشان خاطر ربنا بمحبتكم بيسوها وحضنوا عليها عشان تحس بالامان. ربنا معاكم. ناخد سؤال تاني؟ يس. طيب واحدة ست عندها ابن عنده 3 سنين ونص، هو طفل عنيد جدا ومش بيسمع الكلام، ولازم والدته تشتري له لعبة عشان يسمع كلامها، وفي المدرسة بيتعاقب عشان يسمع كلام المدرسة. الأم مش عارفة تعمل معاه إيه عشان هو ولد وحيد وجاء بعد فترة طويلة من عدم الإنجاب. 3 سنين ونص. دي الفترة برضو اللي هي 2 لـ4، الفترة اللي بيحاول الإرادة بتتكون فيها، وبيحاول الولد يثبت أنا هنا أنا موجود بأنه يعند. وقلنا دايما الحل في العيال اللي بيعندهم ان اديهم اختيار، يعني تاكل دي ولا دي ولا دي، كلها حاجات حلوه، تلبس ده ولا تلبس ده ولا تلبس ده. وكان ده يكون اللبس من يوم السبت رايحين لحد الكنيسه، يبقى عارف يعمل ايه. ادوله اختيارات وما تصروش على حاجه معينه تقولوا هي دي وبس، يعني انتوا ما تعندوش معاه. يعني فهيبتدي يتعلم الاختيار وإرادته بتتكون إن هو الحاجة الوحشة مش هيلبسها أو يأكلها. دايما العيال بيقولوا لأ، يقولوا نو، ما بين 2 و4. دي مش حاجة وحشة، ده دور معين بيكون فيه إرادته. أنا بخليه يتعلم الإرادة ديت يسوسها كويس، بإن هو ليه الحق ان يختار بين كذا حاجه كويسه. واذا حصل وانتوا ضربتوه عشان بيعند، هتعلموه بعد كده ان هو يبقى تابع، مش ليدر، مش قائد يقود الناس ويبقى ليه اراء. هكسر ارادته، اول حاجه يعملها لما يروح ثانوي هياخد دراجز، ياخد حشيش وماريجوانا وبانجو اي حاجه زي كده، عشان ما عندوش إرادة. فربنا يديكم يعني الحكمة عشان تتعاملوا معاه وتسوسوا إرادته وتدوا له اختيارات في كل شيء. أيوة. معنا مكالمة ابن الرب من مصر. ألو. مساء الخير. أي مساء الخير، تفضل. أنا دلوقتي على طول بسافر بره بيتي، يعني مرة السعودية بلف لفيت، رحت كده دولة عربية من ضمنها حتى ليبيا، ومؤخرا لسه جاي أنا بقالي 3 أيام. أيوه. فجيت ببص على التليفون عند زوجتي، لقيت فيه اسم مكرر حوالي بتاع 30-40 مرة. فجيت كلمتها، ده بتقول لي ده راجل، ده واحد، ده عيل صغير بيجيب لي حاجات بشتريها وببيعها. المهم انك نرفزت وقابلت الشخص ده وقعدت واتكلمت معاه واكلنا وشربنا مع بعض، الكلام ده كان النهارده. فجينا هو بيرن على زوجتي على اساس ان هي معاه فلوس بتاعت الحاجه، بس المفروض كان يبلغني بيها، يقول لي انا هتصل على زوجتك علشان اخد منها الفلوس بتاعت المكياجات والكريمات والحاجات دي. اتنفست عليه ومديت ايدي عليه وضربته. ضربته؟ يعني ضربت الراجل؟ هي بنت ضربته. بنتك سنها كام؟ 12 سنة. كام؟ مش سامعين. 15؟ 12. 12. ومامتها فين؟ بتقول لي في ايه ومديت ايدك عليه ليه؟ عشان كان في ناس قاعدة، قلت لها كان يبلغني يقول لي ان انا هتصل. المهم هي حصلت مشكلة، والمشكلة كبرت بيني وبين زوجتي، وهي حاليا مشت، وانا بكره هسافر، هبتدي اجري اسافر في اي بلد، اسافر في ليبيا، لاني واجهتها لقيتها بتزعق ومنهارة وانا مزعق ومنهار، بس
صرف الشقه مش عارف يعني اللي انا عملته ده غلط اللي انا عملته ده صح. المكالمات دماغي مش مركزه خالص يعني. انا كنت جاي من سفر بقالي يومين واللي حصل دول لقيت دماغي كلها داخله في بعضها، عملت مشكله دون مشكله. طب اهدى شويه، ال 30 مكالمه دول إيه؟ انت لقيتهم عرفت ازاي ان في 30 مكالمه؟ عرفت منين؟ رنيت انا على زوجتي، رنيت على زوجتي لقيت في انتظار. والمكالمات دي جايه جايه لمراتك ولا بنتك؟ كان قاعد معايا ورن عليها وكلمها. انا بتصل عليها واقول لها تعالي علشان الشخص ده اتاخر ياخد حاجته يعني. المكالمات لمراتك، لمراته يا دكتور. المكالمات لمراتك مش لبنتك مش كده؟ انا رنيت على مراتي لقيت التليفون في انتظار. يعني المكالمات اللي جايه من هذا الشخص جايه لمراتك مش لبنتك؟ لا لزوجتي انا. جايه لبنتك؟ لا زوجتي لمراتي. لزوجتك كويس. حاليا زوجتك مشت من البيت ولا لسه قاعده؟ لا مشت، راحت عند باباها ومامتها. انت طردتها يعني؟ لا الموقف كله كان ساعة نفذها وبابا خدها ونزل. ايوه عشان اتهمتها بحاجة. اتهمتها. ما انا بقول لك ازاي يعني بتكلميه؟ ازاي هو ما قاليش ان انا هكلمك؟ ما هو قاعد جنبي ارن عليه بيكلم واحد صاحبه بقول له يا ابني انت بتكلم مين؟ مش تقول لي انك هتكلم زوجتي؟ لقيته طيب. مش عارف يتكلم، مش عارف ينطق. مديت ايدي عليه وسبته ومشيت. روحت مراتي سمعته بتاع كده، الموضوع وصل لمرحله شك. بنتك قالت لك ان الراجل ده كان بيجي عندكم الشقه؟ لا هو ما بيجيش، هو ما بيجي له هناك عند باباها، بيجيب مكياجات، بيجيب روايح، بيجيب كريمات. طب ويعني اذا كان هو الموضوع ايه يعني؟ ماشي انا دلوقتي انا لما بتكلم لما برن عليها وبلاقيها في انتظار بقول لها انت بتكلمي مين؟ بتقول لي طب اصبر دلوقتي انا اقول لك انت بتكلمي مين؟ ففي الاخر قالت لي ده انا بكلم فلان. طب قلت لك كمان الاول كلميني. وابص في وش فلان دون لقيت التليفون مقفول يعني حاطه على ودنه وهو على التعليق. بقول له يا ابني انت مش لما تكون انت عايز مراتي مش تقول لي انت قاعد معايا، قول لي انا اكلمك اكلمها ولا خد كلمها. الواد ما عرفش يرد. ما تنطق يا ابني ما ردش، انت يا حبيبي ما ردش. طيب في عندكم اب كاهن مراتك بتروح له؟ صدقني يا ابونا انا اسف والله انا دلوقتي انا هي تبع ابونا بس انا من كتر سفر وكتر ضغطي انا ما بتابعهاش ولا حتى انا نفسي يعني. انا حاسس ان انا ببعد عن الكنيسه وكل ما ببعد عن الكنيسه بيحصل لي كده اكتر. طيب انت ما عندكش اي دليل يا حبيبي على خيانتها؟ أنا معاك في دي، أنا معاك. أنا بحكي لك على الموقف اللي حصل النهارده كله، الموقف النهارده كله يعني ما هو مش دليل، بس أنا بقول له ليه يا ابني ما تقوليش؟ ليه يا حبيبي؟ يعني أنت قاعد معايا، قول له وأنا خرجنك عليها، لما تيجي تكلمها وتقوم قايم خارج بره. أنت قول لي، أنت عين بالنسبة لي، طيب فهمني فهمني أنت عايز مراتي علشان تاخد بيت فلوسك، مفيش مشكلة. هي خلصت الحاجة ونازلة وجاية، بس الموضوع كله أنا دخل في دماغي الموضوع شك. أيوه. ده واضح طبعا. ما ردش عليا، ما كلمنيش، ما فهمنيش في ايه. ما صارحنيش. الموضوع انا جاي من سفر ما بقاليش يومين. عنده كم سنه الواد ده؟ البياع ده عنده كم سنه؟ 21 سنه. ومراتك عندها كم سنه؟ 24. طيب لازم في اب كاهن يجيبكم انتوا الاثنين ويخش بينكم، ده مهم قوي الكلام ده. يقعد معاها لوحدها ولوحدك ويجيبوا انتوا الاثنين، ولازم روح ربنا فعلا واشراف ابونا يخش في البيت اثناء غيابك. ابوها هي حي عند باباها ومامتها دلوقتي. ايوه. طيب انت هتسيبها هناك وبنتك 18 سنه هتقعد معاك في الشقه؟ وهو بيسافر كمان. وانت بتسافر ولا ناوي؟ بسافر. ولا ناوي؟ انا بسافر وناوي اسافر يعني
بجهز نفسي ان انا احاول على قد ما اقدر اسافر، لاني ما ليش لوم اتعيش في البلد. انتوا في الصعيد ولا في بحري؟ ايه؟ انتوا عايشين في الصعيد ولا في بحري؟ لا في بحري. كويس. يعني قصدي اصل الصعايده لو الاب والام انت شكيت في بنته وهم شكهم في خطر عليها لمراتك حبيبي، حرام اظلم او مخي يسود بافكار قد تكون غير حقيقيه، حرام. ما هو ده اللي تعبني، ده اللي تعبني نفسيا، ده اللي تعبني عقليا، ما ركزتش وما فكرتش. طب خلاص انت مفروض تروح تقعد. انا لقيت نفسي بعمل حاجات المفروض ما اعملهاش. مظبوط كده، يعني المفروض بشتم بزعق. طب هي مالهاش، هي مالهاش ذنب في كل ده؟ طب ازاي انا اللي عملته دول؟ يعني انا عارف، انا عارف انت مشدود دلوقتي. وحقها وحقها تنهار وتنفذت كتير. طب ازاي هي عندها 24 سنه والبنت 12 سنه؟ انا قعدت افكر في ايه؟ ليه اللي حصل؟ لقيت نفسي لوحدي. صدقني قاعد قدام التلفزيون انت متصل بحضرتك، يعني انا عارف ان انا عملت غلط، اصلحه ازاي؟ تاخد اصلح لان انا مش عايز. اسمعني بقى بس مشكله. اسمع يا حبيبي اسمع، روح لابونا وخده وروح عند والدها. انت بتقول مراتك عندها 24 ولا 34؟ لا 24، انا عندي 38. بنتك عندها 12 سنه من مامتها اللي عندها 24؟ بنتي عندها، هي داخله 5 ابتدائي يا استاذ. ايوه ده 5 ابتدائي. 5 ابتدائي، داخله 5 ابتدائي. يعني انت اتجوزت مراتك عندها كام سنه؟ ايه؟ لما اتجوزتها كان عندها كام سنه مراتك؟ 18 سنه، واخده دبلوم عندي. كويس، هتبقى ازيد من كده بشويه مش مهم. بس قصدي اقول اشرح لابونا اللي حصل وخده وروح لمراتك عند ابوها وامها. اه. وابونا يتكلم يصالحكوا على بعض ان مفيش حاجه غلط. رجعها وتخلي ابونا ياخد باله منها. لأن عيب قوي إن أنا أتهم واحدة حتى في فكري، أتهم مراتي في شرفها وما يكونش في أي دليل على كده، حرام. ده اللي تعبني. شريتنا مش عارف. روح اعتذر، خد أبونا واعتذر. ما ده الحل الوحيد اللي زي ما بيقول لك الدكتور. طيب زي ما بيقول لك دكتور نبيل، إنك تاخد أبونا وتروح لأهلها وتعتذر لها، ومن هنا بقى تبتدوا من تاني من جديد. وبرضه بلاش السفريات الكتير. لا اذا كان بيضطر يسافر بس. طيب بس هو سايبها كمان خالص كده، معلش. طيب بس يعني كده. اهم حاجه ان تكون في رعايه المسيح، في رعايه ربنا. لازم قسيس يشرف لما تروح هناك تعترف عنده كل شويه، وابوها امها اذا كانوا ناس طيبين ممكن قوي انه في اثناء غيابك هي والبنت يقعدوا عندها شويه، او هم يجوا يقعدوا معاها لغايه لما امور تستقر روحيا ودماغك ديت اللي يعني تعبت تستريح. واذا كان ربنا موجود في البيت ما تخافش على مراتك ابدا، ربنا حافظ عليها، وانت روح مع ابونا وصالحها. ربنا معك. سلام. معنا مكالمه من ابو مهند من الاردن، معنا لسه على الخط. صباحك. اهلا اهلا بيك. خير. اهلا بيك يا ابو مهند، تفضل. صباح النور. محبتي لكم الأخت سهير حنا والدكتور نبيل باقي. شكرا. بين صديق لي وهو وزوجته، هذه المشكلة قديمة يعني. الرجل مصاب بشلل نصفي، عندهم مصلحة عمل التنين، لكن قلوبهم غير متصافية مع بعض، الزوج والزوجة. حاولت أن أتدخل بينهم وأشير عليهم، لكن لم يستمعوا إلى هذا. الرجل استمع إلي لكن الزوجة لم تستمع. المشكلة أنهم دائما في خسارة في هذه المصلحة اللي يعملون فيها، خسارة. آخر شيء
لجأوا إليه إلى العرافين وإلى فتاحين البخت. يعرفوا الأسباب. السبب إنه خسارتهم دائما متتالية مع بعض. مشكلة بسيطة أعتقد إن الزوجة عندما أصيب زوجها بالشلل حتى الآن قبل مثلا 4 سنين حتى الآن لا تطيق أن تمارس الحياة الجنسية مع زوجها. هذه أعتقد أنها مشكلة بين الاثنين. مظبوط. لذا أتيت إليك أيها الأخ أن تشير علي ماذا أعمل لكي أصلح إنها أولى الزوجين لأنهم يهمونني كثيرا. أرجوك أن هم مسيحيين؟ هم مسيحيين؟ مسيحيين. طيب دول أردنيين أصلا؟ نعم أردنيين. هم جنسيتهم أردنيين؟ أيوة أيوة. أوكي. هم تبع الروم الأرثوذكس؟ تبع أي كنيسة هم تبعها مش مهم، يعني لازم حد من الكنيسة يتكلم مع الزوجة في هذا الأمر الخاص، لأن صعب عليك أنت تتكلم في هذا الأمر الخاص، لأن هيتطلب لازم إن في دكتور يشرح لهم أن الشخص مشلول، مشلول نص التحتية مشلول، فمحتاجين أوضاع خاصة يشرحها دكتور ليهم تحت إشراف أب كاهن أو مرشد ياخد باله منهم. الست دي عندها احتياجات عاطفية وقد تكون جسدية، بس اللي شلل جوزها جد مش عارفة تتصرف، فاللي هيمشي معاهم يكون واحد ليه مسؤولية زي مثلا كاهن كنيسة مثلا يعني. حديثا يعني. نعم. هو الرجل اللي هو صرح لي بذلك يعني. أيوة. لأنه يهمني أمره يعني، لأنه تقريبا في نسبة قرابة بيننا يعني. الأمور دي يا أبو مهند أنا عارفك أنت إنسان حبوب خالص وتحب الخير. باي ذا واي مراتك إزايها؟ صحتها إزايها؟ صحة مراتك إزايها؟ الحمد لله شكرا للرب، مرتي كويسة والحمد لله، ونحن في بيتنا سعداء جدا برضو، أنا وأولادي وزوجات أولادي وأولادهم وأحفادي جميعنا بخير وسلامة. ربنا يبارك. أشكر ربنا. أنت كنت زمان سألت عشان نصلي لصحتها، الحمد لله أنها بخير. أنا بس لله. أنا بنصح أنه أنت لك كلمة عليهم كراجل كبير صحيح، بس الأمور الخاصة دي اللي قالك الراجل أفضل يعني واحد مرشد روحي أسيس كنيسة يتدخل، ويحتاج الأمر لطبيب يرشدهم عمليا إزاي يتصرفوا عشان هو إنسان مشلول، فمحتاج إرشاد. مش ينفع الكلام ده أقوله حاليا في التلفزيون، قبل كده أنا عالجت ناس من النوعية دي وعايشين حلو مع بعض خالص. إذا كان عندكم كونسلرز، ناس كونسلر مشيرين يعني، أو الكاهن يقدر يعمل الكلام ده وانت تتابع اللي بيقوله الكاهن ليهم يبقى كويس خالص، بس افضل مشير او كاهن والطبيب يرشدهم ازاي يتصرفوا مع بعض في العلاقه اللي بينهم. وربنا بصلواتك يبارك حياتهم. صلوا لاجلهم ارجوكم. حاضر. ربنا يباركك، بنشكرك جدا لمداخلتك. ناخد سؤال ولا نكمل الموضوع؟ أكمل الموضوع بقى شوية. طيب. إحنا بنتكلم حاليا على جزء مهم أو في حياة المراهق اللي هي الحياة الاجتماعية. أيوة. النمو الاجتماعي. أيوة. النمو الاجتماعي. في كذا حاجة في النمو الاجتماعي. أولها الأصحاب. الأصحاب مهمين جدا جدا للإنسان المراهق. الإنسان المراهق يهم أصحابه ورأيهم فيه. في لبسه، في طريقته، في اللي بيعمله، في كل لبسه، حاجة. في شعره، في تصرفاته، في كل حاجة. أيوة. يعني يهمه رأي أصحابه أكثر من رأي ماما وبابا.
لكن بيعز ماما وبابا جدا طبعا، مش عاوزينهم يزعلوا من كده. لا، بابا وماما عنده اهم حد في الدنيا، اصحابه مهمين عشان الاراء دي بالظبط، عشان ما يحبش ان هو يبقى يعني لابسينه مع حاجه وهو لابس حاجه اولد فاشن من نوع ولا تاني. حاجه فالاصحاب مهمين والاصحاب لهم نظام، يعني لو هم عاملين مجاميع مجاميع، ما حدش يقدر يخش جديد في وسطهم الا اذا كان ينطبق عليه شروط وصفات معينه، وكل مجموعه من الاصحاب عندهم ليدر، عندهم قائد هو اللي يؤمر ويتبعوه. فيحسن ان المراهق ده يكون عنده اصحاب من نوعيته، نوعيه كويسه روحيه يعني. ضغوط الاصحاب البير بريشر، ضغوط الاصحاب دي ساعات يا اما تكون سلبيه يا ايجابيه. لو مجموعه كويسه الضغوط هتؤدي الى نجاح، بيذاكروا يقروا الانجيل يروحوا الكنيسه. لو ضغوط سلبيه ممكن ياخدوه ناحيه دراجز، ناحيه حاجات يعني خطيره قوي، او ياخدوه ناحيه يعني افعال غير طاهره. فلازم قوي الاصحاب الضغوط بتاعتهم دي احنا نواجهها مع ابننا بايه؟ من الاول انا بعلم ابني ان هو يكون عنده حزم، يعرف يقول لا وقت اللزوم، يكون قاري الانجيل وعنده حياه روحيه عشان ترشيد وقت اللزوم ياخد قرار ايه بالظبط، يمشي معاهم ولا ما يمشيش معاهم، ينساق لاي حاجه غلط ولا يوقف بالظبط. وبعدين احنا علمناه مبادئ في البيت وعنده قدوه من ماما وبابا في البيت، بحيث لما يطلع مع الاصحاب ممكن هو اللي يقودهم بطريقه صح. هنعلم ازاي يبقى ليدر، يبقى قائد مش تابع، بان احنا هقول في اخر الحلقه ازاي اديله حاجات يعملها وامدحه، وبعدين ازود شويه في الصعوبه الحاجه دي اعمال في البيت يعني اعمال عشان ياخد مسؤوليه مسؤوليات ويعملها. دي هتعلمه انه يكون عنده قياده بالظبط، وعنده ارادته قويه من الصغير بيعملها له مع مبادئ المسيح اللي موجودة معاه، هتخليه ما يقعش تحت طائلة ضغوط الأصحاب إذا كانت ضغوط سلبية. بالظبط. طب ممكن أستأذنك دكتور نبيل في مكالمة، بنت الرب من مصر. ألو. ألو، مساء الخير. مساء الخير، أهلا بيكي، اتفضلي. ازيك يا دكتورة؟ أهلا بيكي، الحمد لله. ممكن أكلم دكتور نبيل؟ أيوه اتفضل. أنا سامعك، اتفضلي يا بنتي، اتفضلي. لو سمحت، أنا أختي اتجوزت قعدت في بيت الزوجية 6 شهور، وبعد كده غضبت قعدت عند والدها سنة، وغضبت كان ابنها يعني كانت حامل 3 شهور، وضعت في بيت أهلها، والولد نزل تعبان، وبابا عرف كده وما سأل، وهي عايزة يعني بتسعى للانفصال، فده صح ولا غلط؟ غلط. هي غضبت ليه؟ هي غضبت لأن حصل مشكلة عائلية، هي ساكنة في بيت عيلة، ولأن جوزها بخيل وعايز ياخد مرتبها بالكامل وما يصرفش على البيت، يعني هي لو طلبت حاجة ما يجيبهاش، يجيبها وقت ما هو عايز. كان زمان يا بنتي لما البنت بتغضب وتروح لأهلها، أهلها الحكماء العاقلين يقول لها روحي من مطرح ما جيتي، وربنا معاكي أنت وجوزك الصفر في أمورك، إلا إذا كان بيضربها ضرب مبرح ولا حاجة. لكن ندخل كاهن بين الزوج والزوجة، لكن الأهل ما يتدخلوش عشان البيت يفضل. فاللي حصل إنها غضبت، ما راحش صالحها لأن هو ما طردهاش من البيت، هي اللي خرج بنفسها، فيقول لك ما هي خرج بنفسها ترجع. دي عاوزة تدخل حد بينهم، يا إما يكون مش من القرايب، حد يكون يا إما مشير يا إما كاهن، يروح يسألها أنت غضبتي من إيه، ويروح يتفاهم مع جوزها
وياخدها في ايده ويرجعها له، يرجعها لبيتها. كل ما تقعد بره بعيد عن بيتها كل المشكله هتزيد اكتر، هتستحلى الانفصال عن جوزها. والعيل ده اللي كان في بطنها ده جوزها حضر الولاده؟ لا. طيب يعني قعد سنه ما سالش عليها؟ لا سأل ولا حد من اهله. لا، هل سال وهي ما عبرتوش؟ لا ما سالش خالص. ما سالش خالص؟ طيب دي خالص. مشكله، دي مشكلة يا بنتي حاليا. ان هو تلاقيه جالس شايف له شوفة وهي قاعدة مبسوطة بالانفصال. الراجل اللي متجوز ده اللي مراته بقت حامل، لو قاعد لوحده ما يسألش عليها انا مش ضمني بيعمل ايه؟ مش ضمني اخلاقه شكلها ايه؟ لان الزواج ده حماية للراجل وحماية للست، حماية، والمسيح اللي موجود بينهم يحافظ عليهم. لازم حد يكون انسان روحاني بيفهم في مشاكل الجواز يقعد معاها ويقعد معاه ويرجعهم. البخل ده مش سبب ابدا انها تسيب البيت. فلوس ايه؟ الفلوس بتيجي وتروح يا بنتي، لكن العائلة تربى بعيد عن ابوه ده يبقى شكله ايه؟ وهي اللي ابتدت خدت على الاوعاد في بيت بابا وماما، وبابا وماما محتضنينها ومحدش حاول يصلح الامر بينه وبين جوزها. ازاي الكلام ده؟ ولا حاولوا وما جابتش نتيجه؟ لا يا دكتوره ما حدش حاول. ما حدش حاول. طيب من اهله ما حدش حاول. انا راضي. كبروا المشكله. راضي رايك يعني هي مش صعبانه عليكي؟ ما هي صعبانه عليا، عشان كده انا متصله بحضرتك يا دكتور. واللي يعني الطفل ده يطلع من غير ابوه؟ انت اذا انت وصلت خير صحيح؟ انت كبيره ولا اصغر منها؟ انا الكبيره. يبقى عليكي واجب. زي مامتها تقريبا يعني. انت بنفسك تقعدي مع اختك وتقولي لها حرام عليكي تشردي العيل. وحرام عليكي الجوازه ما فيش فيها حاجات خارجه، يعني الراجل ما زناش مثلا عشان كده غضبت هي. لكن بيبعدها بعيد عنه. اذا هو زنى طبعا غلطان، بس هي كمان ربنا يسالها. اقول لها لما سبتيه اعثر. لكن لو وجودك جنبه في حياة جسدية روحية عاطفية كويسة ما كانش حصل كده بعد الشر، يعني ما كانش زنا يعني. بس متوقع قوي الشر هيضحك عليه في غياب مراته. احنا بنشكرك، احنا جينا ربنا معاكي. شكرا لسؤالك. احنا جينا لنهاية البرنامج دكتور نبيل، في اي حاجة سريعة عاوز تقولها حضرتك؟ احنا فاضل لنا بسيطة، حاجات بسيطة في يعني، في حاجة عن إدمان. الإدمان برضه. وحاجة عن التمرد. وبعدين الحياة الجنسية. اتكلمنا عن المراهقين. المراهقين فيها لازم طهارة وقداسة عشان يبعد عن الحياة النت والحاجات دي. وإزاي عيالنا يتعاملوا مع المال ويتعاملوا مع الوقت، حاجة مهمة. وإزاي يطلع عندهم قيادية. دي كلها أمور الأب والأم بيعلموها للمراهق. أنا في نهاية البرنامج ده بقول حاجتين. اتفضل. أول حاجة ابتداء من المرة الجاية بنعمة ربنا هيبقى في تغيير شوية في نظام البرنامج. هيبقى في عندنا حالة هتيجي تحكي القصة بتاعتها ونتناقش معاها، قصة كلها حقيقية 100%. وهتأثر في كل الناس ويتعلموا منها حاجات كتير. هناخدها على حلقتين بس. طبعا هنحمي هوية الإنسانة دي وصوتها بحيث نبقى فاهمين، بس مش هدول عن شخصيتها. وهيبقى في مداخلات برضو وأسئلة لمدة حلقتين. الحاجة التانية عاوز أقولها إن ما زلت بأكد إن اسم ربنا قوي جدا. عاوزين أحبائنا المشاهدين في كل أنحاء العالم يرفعوا صلاة خاصة من أجل قناة الحرية. قناة الحرية فيها برامج كتير متعددة حلوة جدا جدا، بس لظروف معينة حصلت وقع في ضيقة مالية الوقتي. الضيقة دي ممكن تمنع المشاهدين إنهم يشوفوا القناة. فبنقول صلواتكم
وتعضيدكم مطلوب جدا في هذه الأيام بالذات. الله يستجيب لصلواتكم ويبارك عطاياكم ويحافظ عليكم. مسيح الأسرة يبارك بيوتكم ويفضل اسم الرب يسوع المسيح عالي جدا وممجد. بنشكرك دكتور نبيل، بنشكرك جدا، بنشكر كل أحبائنا المشاهدين لمتابعتكم وكل الأسئلة اللي اتبعتت، وإن شاء الله نتقابل في حلقات قادمة. إلى اللقاء.